بما انك يعني انت عاشق ومحب للمسرح ومن الفنانين اللي عندهم الحضور المباشر قوي جدا، يعني في نجوم سينما كبار لا يستطيعوا الوقوف على خشبة المسرح لان لا تشعر بحضورهم، تشعر بحضورهم في الكاميرا فقط. ولكن احمد بدير من الممثلين اللي يمتلكوا يعني حاجه خاصه من عند ربنا سبحانه وتعالى، انه عنده حضور الكاميرا وحضور المسرح المباشر ايضا قوي جدا. ولكنك تصر احيانا يعني على حته الخروج عن النص، والخروج عن النص ده شيء احيانا يبقى مكروه وناس تجيزه، انت رايك ايه في موضوع الخروج عن النص؟ لا، هو الخروج في المطلق مرفوض. طيب امال ايه الخروج؟ انا ما بخرجش. ايه بقى؟ انا بضيف. وفي فرق بين الخروج على النص والاضافه للنص. بمعنى ان انا لما ببدا اعمل الشخصيه المسرحيه في اول يومين ثلاثه ببقى انا 50% احمد بدير و50% الشخصيه. كل ما الايام بتمر كل ما بوصل لمرحله ان الشخصيه اللي انا بعملها تبقى 90% وانا 10% كنترول بس. عشان ما اضربش حد اعوره اقتل حد. فالكنترول ال 10% ان انا واعي اللي بعمله. انما 90% بقت الشخصيه. فالشخصيه دي هي اللي بتخرج، هي اللي بتضيف. فلما بتضيف بتضيف من قلب الكاركتر بتاعها. ما ببقاش انا قاعد في بيت اقول هقول الافيه الفلاني، او لما فلان يقول لي جمله كذا اقوم انا ارد عليها اقول كذا، ما ينفعش. انا ما اعرفش اعمل ده. انما انا الاضافه بتطلع حتى وليدة اللحظة تلقائية، بتطلع لذيذة والناس بتضحك وبتبقى فرحانة فبتتثبت بعد كده. طيب يعني لما اقول امي ابويا وائل وامي رشا، ما هو دي اضافات. بتجرح ما بتجرحش، وفي قلب الموضوع اللذيذ زي الواد الصعيدي ده يقول امه اسمها صحر ولا رشا. فاي افيه بيطلع بيطلع من الشخصية مش مني. فبيبقى متوظف صح. امتى اخرج؟ لو انا بقى بعمل مسرحيه هلسه اي كلام واقوم موقف الحدث واتكلم عن رغيف العيش واتكلم عن ازمه المرور واتكلم عن ازمه المواصلات، ده حاجه دخيله بقى على العمل او على الكاركتر او على الروايه. انما طالما ان الاضافه ده انا فاكر كويس قوي ان انا قلت عملت اضافه في بكالوريوس في حكم الشعوب، وكان الكتاب بيتباع على باب المسرح، فكان في جزء كده انا اضفته من خلال الشخصيه. كان اللي الناس تقول بس الجزء ده وقع من الكتاب ليه؟ وقع من الكتاب ليه؟ يعني اذا كان المؤلف هو اللي كتبه. يعني اذا بالتالي انت في رايك انه الخروج عن النص الاضافه، انك تضيف ويكون عندك خلفيه ثقافيه كممثل عالي. ما هو لو ما فيش الخلفيه هيبقى ايه؟ اضافه فجه ممجه فيها اسفاف فيها كلام مش مظبوط، مش هتبقى. انت لا توافق على الحاجات دي حتى ولا كان الموقف هيموت من الضحك؟ لا 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 يمكن خالص. انما انا بضيف في 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 الاطار، في اطار الشخصيه، واللحظه هي اللي بتديني الاضافه، التفاعل. طب ليه كان بيحصل لك مشاكل كتير مع الرقابه؟ لا مش كتير، انا في عمري كله يمكن رحت الرقابه يمكن مره واحده أو يعني مش فاكر. وما أنت مش فاكر عشان كتير؟ لا لا يا يا أحمد لا 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 ما, لا. ما تخافش يعني، ما خلاص. لا لا بالعكس، أنا يعني مش ملتزم، واعي للي بقوله فببقى حريص. وبعدين ببقى عارف إن ممكن سارة أو دعاء قاعدين في الصالة أو مامتهم أو أختي أو فكلهم إخواتي. أنا ما أقدرش، بالعكس أنا ممكن أتكسف لو في حاجة فيها تجرح حد. لا ما ينفعش، وما ينفعش تتقال معايا كمان او قدامي. طب انت لما بتقول في السيف واخش اقعد الهوى يطص في جفايا، طيب دي جمله دي فيها يطص في جفايا؟ لا، او ابويا بتجم بطن امي بجيج، مش عارف. لا ده حاجات لذيذه، في حاجات بتبقى ممتعه في الاضافه، بتبقى ممتعه ولذيذه. وبعدين مثلا هقول لحضرتك على اضافه دي ما اتكررتش بس كانت في هذا اليوم. انا بعرض في مره تكسب يا خيشه، وفي اخر المسرحيه فاضل 5 دقايق والمسرحيه تخلص، ولقيت واحد من اخر الصاله الابلاسير ماشي معاه بطاريه هو والمدام بتاعته وجايين، وفي كرسيين في اول صف بيقعدوا. طب ازاي انا اسيب موقف زي ده؟
قعدت متابعهم والناس بتتفرج عليا انا بعمل ايه، او هقول لهم انتوا ايه متاخرين ولا حاجه، لغايه ما قعدوا رحت قاعد على الافانسين كده جنبهم قلت لهم عشان انتوا جيتوا متاخرين بس المسرحيه بتبدا، ورحت احكي لهم المسرحيه من اولها كلها كل ده والناس بتضحك. قلت لهم وانتوا قعدتوا انا بقى في اللحظه دي ورحت مكمل. الله ده حلو طبعا، عادي جدا ده، بس هو بتاع اللحظه دي بتاع اللحظه ما ينفعش يتكرر تاني بتاع اللحظة.